احلى مسا عليكم يا احلى جمهور في العالم. احنا قاعدين على القهوه وحياه ابوك وحياه ابوك. اللي مش مشترك في القناه يشترك من تحت. عايزين نوصل القناه 20,000. ابوس رجليكو وصل القناه 20,000. كل حاجه بالله عليكم عشان انا اتضايقت من نومك زعلان يا ناس. احاجه اقول لهم يا اسطى يشتركوا. اشتراك عاملين نضحكهم ونهزر وكل حاجه ومفيش حد يشترك اصلا في القناه خالص. كآبة يا جمبو، كآبة وحشه والله. كآبة ايه يا ابني؟ احنا ما احنا اللي بنفك عليهم يعني، فاهم؟ بنحاول. طب هو مين يفك عليا انا؟ طيب يا باشا انا افك عليك. انت عايز ايه من حاجه؟ مش عارف. سألنيش اسئله يعني اسئله وجوديه. لا ده اسئله وجوديه يعني ملهاش اجابه. بصوا يا جماعه، الراجل اللي معايا دوت احسن مثال في الحياه للناس اللي عايزه طاقه سلبيه، اللي عايزه بؤس، يعني شاب دائس معنى الكلمه سطحيه. مشاكلك كتير فشخ بقى. كتير فشخ خفيف يعني. شيخه يعني. وتطالب الدوله ولا النظم اللي متقدمه في ايه في الدوله بقى؟ بص، هو في حاجه جامده قوي. بص، الدوله دي المفروض توفر شغل لايه يعني، مثلا واحد معاه شهاده، واحد بيعرف يعمل حاجه معينه. في حاجه بقى ما نقدرش ننكرها، انتوا عارفين الراجل ده بيعرف يعمل ايه؟ فاشلين. الراجل ده عارف بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف يقفز بناطيل، بيعرف يقطع البناطيل التقطيعات دي. فهو عايز الدوله سيف، عايز الدولة توفر له شغلة لتقطيع البناطيل والتقفيل، صح؟ ما هو مقصوب بتاع كده يعني. دماغه اللهم صل على النبي. ما تخشش قوي يا جنب عشان غلط يعني. اوعى الشغل. من قيمة يومين انت كنت مخنوق بسبب حوار الكرونوس والمكنة. ايه بقى السبب؟ مفيش. قلت له تعالى وصلني لغايه الفروش عشان هو رايح شغل وبتاع. قلت له خلصان هاجي معاك. هو اللي قال لي يعني تعالى معايا. انا رحت معاه. وصل الشغل؟ لا ده هو عايز ينزل شغل. وصل الشغل اللي كان فيه الاول؟ دليفري. دليفري؟ عشان الراجل بطل تبص على الحريم. مش عارف انا رايح اشتغل ولا رايح يبصبص ده ولا مش عارف. نزلت معاه يوم. انا اشتغلت تقريبا فيه 3 ساعات، ساعتين ونص مشيت. يا هو طويل قوي. فشل. 3 ساعات يعني. اوعى الشغل. بعدين تعبت. بعدها بيوم لقيته يوم ايه بعدها ب4 ساعات رن عليا قال انا سبت الشغل. انت فين؟ قلت له على القهوه يعني. يعني انت سبت الشغل بعد 3 ساعات وهو سواه مثلا بعد 4 5 ساعات. ده يا جماعه يدل على لازم الصاحب يبقى جنب صاحبه. يعني ما بص ما ينفعش بعد خالص. بس بعد كده كمل بيت اليوم على القهوه عادي. ولكن اي حاجه حصلت. الحياة المعتمدة لأي شاب مصري. لا لا عادي. جلسة القهوة. لا عادي. وبعدين أنا عايز أعمل كارنيه عضوي على القهوة. أنا كلمت بولا في كذا مرة في الأرض. يعمل لكم اشتراك سنوي. أيوة. تدفعوا بالشهر. أنا أخش كده بالكارنيه. سمحت أنا عايز كوباية قهوة. كوباية قهوة واسحب بجريد الكرش بقى وعامل لي كده. أوعى الشغل. وكوباية الشاي. تشرب مية؟ أيوة. عارف أنا بشربها ليه؟ عشان ببلاش. انا بفوز عشان اشرب. اقسم بالله يا جدعان بنقعد على القهوه ما بندفعش اي حاجه ولا شيشه ولا شاي ولا لا عيب يا جنبو. احنا قعدتنا هنا وشينا بطاقه اصلا. ما بنشوفني قاعد والله. شوفني بعيد كده وما تبصليش. اعمل له كده اعمل لي كده. مات الكلام.